إذا نعود لكم مشاهدينا الكرام مع الشوط الثاني أولمبيك المقرن ضد اتحاد النزلة. المقرن متفوق بهدف من إمضاء اللاعب أمين، كان هدف مميز جدا في نهاية الشوط الأول. يلا إصابة مع بداية الشوط الثاني للاعب اتحاد النزلة، أظن سيغادر الميدان لأن هذه الإصابة الثانية والثالثة في المباراة. أولمبيك المقرن بقيادة كوتش فتحي عبيد، فتحي مع المساعد فيصل. الأحوال الجوية تقول بأن هناك ريح قوية ستنطلق من الساعة 7 إلى الصباح، وغدا في أمطار نقدر نقول إن شاء الله. إن شاء الله أمطار خير يا رب إن شاء الله. يلا الكرة عند هذا عزيز بيطل، لاعب تضامن السوفي لسنوات ثم الاتحاد الرياضي السوفي والآن في أولمبيك المقرن وسط الميدان أمين. عزيز بيتر يرجع جهه اليمنى ظهير ايمن رقم 24 برهان. نعم يلا هذا العيد ممتاز. يلا ها غلط الحارس. يلا عيدا او عفوا ممتاز هذا اللاعب ممتاز جدا. بنجد لاعب امين. حط رجليك امين، حط رجليك العيد. أول هدف لا ما كانش سيد الحكم. حكم مساعد يقول تسلل، نظن ما فيهاش، اسمها الفار. كاين فار ما كانش؟ كنا نرجع للفار لقاه ما كانش. يلا تحية لكل من يشاهدنا وكل من علق عبر هذا البث المباشر. يلا عودة إلى قائد فريق اتحاد النزلة. يرجع إلى رقم 5 22 ظهير أيمن. يلا بالخطأ، يلا أمين، يلا هيا الجهة هذه فارغة. خطأ. شوف هذه المخالفة أكثر من رائعة. النتيجة نذكر بها هدف لصفر، تفوق أولمبيك المقرن في نهاية الشوط الأول بهدف لصفر. يلا من سيسدد المخالفة؟ العيد أم الباشا أم أمين؟ العيد الباشا أمين، الناس تقول الباشا هو اللي ياخذ الكرة 25 رقم رياض محرز. هل سيسجلها رياض؟ حطها في الجول يحطها في الجول. يلا يلا فتحي يؤمر عدلان بالدخول هذا مع اللاعبين. ادخل يا عدلان، هاي شوف الهدف هذا، شوف الباشا تسديدات قوية، إذا كان تحت راح تكون هدف. يضي نقول يا رب. والهدف الثاني لأولمبيك المقرة، الهدف الثاني لأولمبيك المقرة عن إمضاء اللاعب. اللاعب المميز جدا في صفوف أولمبيك المقرن الذي يقدم مستوى رائع منذ بدايته. نعم الجماهير تهتف. شمس الدين يرقص. شمس الدين فنان رقم 25 26 يسدد الباشا وشمس الدين يسجل. قلت لكم هدف وكان هدف. نعم التحاق عز الدين حلواجي بالملعب. مباركة شيخ مباركة. عدلان حارس المرمى عزيز بيطل صمام الأمان.
أمين أمين شمس الدين عدلان عدلان يا عدلان أمين أمين بن جدو أمين بن جدو أمين عدلان عدلان الباشا ممتاز راح راح في خبر كان يا الباشا عزيز بخبرة الميادين خبرة السنوات غير الأيمن خمس الدين عزيز بيطل يلا أقلب الجهة ممتاز حارس المرمى عدلان لي أول هدف الثالث أول هدف الثالث ضربت أو عفوا ضربت مرمى العارضة تمنع المهاجم أمين من الهدف الثالث كان سيكون هدف هائل جدا يعود ممتاز عزيز بيه عزيز عزيز يلعب كل أريحية تسلل 7 أمتار ولا 8 أمتار ممتاز الباشا يلا ممتاز هايلة خير منها هي واتمس كرة إلى ضربة مرمى إذن متفوق أولمبيك الماقرن بهدفين فتح عبيد بمساعدة فيصل الوقت يا أيوب 10 دقائق لعبنا تقريبا منذ بداية الشوط الثاني إذن أولمبيك المقال متفوقة بهدفين حتى كمساري لا بصحبة نعم أولمبيك المقال متفوقة بهدفين 0 اتحاد النسل يا أمين هذا هو الاستحواذ الآن في هذا الوقت ممتاز جدا حذاري سيد أمين خذ كرة أمين
عدلان عدلان عزيز قربينا صح عزيز هايلة ممتاز هايلة هايلة أمين أي شمس الدين وين رايح يا شمس الدين وين رايح روح كان وين وين كان وين وين العب يلعب صوت لاعب اتحاد النزلة عفوا ان شاء الله سلامات شكرا للناس اللي تابع فينا يعطيكم الصحة على تعليقاتكم المميزة إذن أولمبيك المقرن إن شاء الله هذا العام سيكون في القسم الثاني بإذن الله ويطمح إن شاء الله لمن السعود أيضا القسم الأول إن شاء الله يا ربي نتلاقوا في القسم الأول إن شاء الله يا رب ولاية الهواد تصنع الحدث الرياضي الاتحاد الرياضي السعودي القسم الأول أولمبيك المقرن القسم الثاني يعني إن شاء الله فاء الخير على الكرة السوفية شيخ لباس حضور الشيخ محمد حقيق شاطر إلى المباراة اليوم ما شاء الله يعني متابعين أوفياء لكل النوادي السوفية تام الصحة يلا عودة لكم مشاهدينا إلى المباراة والحمد لله اللاعب 5 لمات يلا عزيز يا برهان عدلان يعطي كرة يلا العيد عيد ممتاز أمين هيا أمين واركني اعطي الصحة عدلان بذكاء الآن ربع ساعة منذ بداية الشوط الثاني أو الهدف الثالث أو الحكم يقول تسلل يلا في تغييران الآن ل أولمبيك المقرن لاعب رقم 7 ولاعب رقم 18 يستعدان للدخول يلا كملوا هذه اللقطة بعدها يدخلوا أجواء لباس ماشي يلا الكرة عند دفاع اتحاد النزلة اتحاد النزلة حاب يحرز أولمبيك المقرن لكن اللاعبين كانوا بالمرصاد وتمكنوا من تسجيل هدفين يحاول الهدف الثالث يلا ممتاز ادخل بالجد ادخل بالجد ويجيبها في الجول ادخل 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 اوه هاي انا Thank you.
خروج نعم شخص الدين و دخول العربي. دخول العربي نعم. رقم كريستيانو رونالدو. هذا شمس الدين يسجل هدف الثاني. نعم خروج هذا العيد مساوي. اليوم ما كانش مستوى العيد. ودخول طارق مدني. شكرا العيد شكرا. العيدة. يلا. كانش تسلل سيد الحكم معلش. نتيجة مذكر هدفين أولمبيك المقرن 0 اتحاد النزلة. لعبنا الآن حوالي 17 دقيقة من الشوط الأول. زال كثير قادرين نسجلوا أكثر أهداف. بني ثورة متفوق على متليلي بثلاثة أهداف. تلعب جنيور؟ نعم متليلي ما تلعب جنيور. إن شاء الله السمانة الجاية تلعب لنا بجنيور. باشا هدف يا باشا البر 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 الله يقول له هدف كانت سهلة. باشا ركنية هاو الهدف الثالث إن شاء الله. شوف الهدف الثالث تمكن منها الدفاع. تحية إلى من التحق الآن بنا عبر هذا البث المباشر لمباراة أولمبيك المغرب واتحاد النزلة عفوا بتوكورت. نتيجة المباراة هدفين تفوق الأولمبيك هدف الشوط الأول وهدف الشوط الثاني إمضاء اللاعب أمين الأول والثاني إمضاء شمس الدين من مخالفة من تنفيذ اللاعب الباشا الذي أسكنها بعدها شمس الدين الشباك. أولمبيك المقرن بفارق 4 نقاط على الملاحق بني ثور. بني ثور مازال طامع أنه تأهل إلى القسم الثاني لكن إن شاء الله أولمبيك المقرن هذا العام مش راح تعطي فرصة. هذا بن جد لاعب مميز. أوه شوف 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 روح 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 يلا أوبا با 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 لو ضربها من الأول كان هدف. شوف بن جد فنان بن جد. ممتاز أحسن فعل. وايد مكة من الحارس هجمة أولمبيك المقرن. يلا يلا برهان يلا برهان يلا برهان ماشي 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 ماشي
يلا الكره الان عند دفاع اتحاد النزله، اتحاد النزله يلا يخطئ يخطئ. يلا كرات متبادله داخل ال 18 متر لاتحاد النزله. لا تسمن ولا تغني من جهه. خطا خطا نعم. شكرا احمد. النتيجه هدفين يا زاكي، هدفين اولمبيك المقرن، 0 اتحاد النزل. هذا اللاعب مميز. جندوشة خطأ. يلا سيدي مخالفة لاتحاد نزلة، يحاولوا منها يقلصوا النتيجة. دقيقة الآن 25، لعبنا منتصف الشوط الثاني. يلا سيدي يلا مخالفة خطيرة، إن شاء الله ما تكونش خطيرة على الحارس ويسكنها، لكن الحمد لله حارس مكمل ممتاز حارس المرمى. يلا يلا بن جدو، ممتاز بن جدو يعطي الكرة أوه هايلة. شوف الهدف شوف الهدف، امشي يا باشا امشي يا الباشا، أناني الباشا أناني. يلا اتحاد النزلة حابة تخلص النتيجة، راهي الآن تهاجم، لازمنا نسدوها الثالث. 19 هذا قائد الفريق، 5 يعني الظاهر أن الظاهر أن عمره 40 سنة لاعب. 5 قائد فريق بخبرة سنوات طويلة. والكرة إلى خارج الملعب. صراحة صراحة مستوى اتحاد نزلة متوسط جدا بالنظر إلى قوة أولمبيك المقرن، اللي لازم يسجلوا الهدف الثالث حتى ياخذوا الأريحية، ويحاول فتح عباد يريح المجموعة الأساسية للمباراة القادمة اللي راح تكون قوية أمام متليلي، مش راح يسامحوا في. شوفوا بعض صيحات الجماهير. مدرجات يصنع الحدث، يعطيه الصحة، أهازيج قوية. المهم
بداية المباراة حي حي كانت اقتلوهم اذبحوهم ارجع عبدو ارجع يلا العودة للمباراة يلا القائد فريق يلعب خبرة سنين مثل ما قلنا لاعب فنان اتحاد النزلة يلا هايل ممتاز عزيز بخبره ياخذ المباراه يوسف عبد اللهوي كما زي بني ثور فائز برباعيه مقابل هدف لمثليلي نعم خلاص يوم الشوط الاول حسمت لبني ثور الظاهر ان مثليلي تلعب اما بالاصاغر او ان مش عارف في سهوله في المباراه لان مثليلي انا شفتها احسن فريق تقريبا لعب في مباراه الذهاب قوه وفريق متماسك جدا صراحه غريبه انهم اخذوا 3 أهداف في الشوط الاول يلا يغير الجهة ممتاز مفيش تسلل مفيش تقالك إلى التماس إلى التماس يوسف عبد الله يقول يلعب عادي لكن ممكن نعم معليش ممكن كرة القدم فيها كل شيء يوسف تحية ميعة يقول الحبيب محمد الصغير نعم أو منشطها ميعة ميعة يا محمد الصغير في البداية يقول له حي حي اقتلوهم اذبحوهم كي سجلنا لباس أو وسيمة يا وسيمة أو لاعب وسيم يا وسيم سيدخل الآن لاعب وسيم ويخرج اللاعب تقريبا أفضل لاعب في المباراة تنجدو نعم فنان تنجدو تحت تصفيقات تنجدو خجول نعم عندك اشتاق محمد ادم الله يرانا في العالي يرانا ريسك ابو باسم ميعة وجبالي داد يصنع عن حدث امس واليوم نعم ان شاء الله يا رب يكون سعود مشرف لكلا الفريقين هاو الهدف ضرب الجزاء يا سيدي الحكم يا سيدي إذا عملت كتم للصوت فاعلموا أن الجمهور قد عصر نتيجة هدفين لصفر نعم عندك حق يا عبد العزيز هيا برهان امين يقلب امين قائد فريق يلا الباشا متكورة امين باشا امين لولا امين لولا امين تخش الكرة هو الهدف اوبا 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 ممتاز هيا الباشا ليك الكرة هاي الامين في ولا شيء ولا شيء امين على ملعب سطر بعيد اخر سطر اخر سطر برا كم يقف المباراه بسبب اصابه احد لاعبي اتحاد النزله ان شاء الله سلامات الوقت الان راهو لعبنا 30 دقيقه باقي ربع ساعه لنهايه المباراه وتفوق اولمبيك المقر اللي حد الساعه بهدفين للا شيء لصالح الأولمبيك شبيك الحكم يأتي بطاقة صفراء لحارس المرمى السبب مش عارفين واش صرا بين حارس المرمى و اللاعب او عفوا حارس المرمى و الحكم حكم التماس طاقة صفراء لحارس المرمى قسم ثالث نعم يا عبد
هجمة الآن اتحاد ورقلاء عزيز. المباراة تلعب هنا في ملعب المقرن. في المقرن يانين يوسف. نعم. نتيجة هدفين صالح أولمبيك المقرن 0 اتحاد النزل. تدي كورة أمين. خليني اكسع. إصابة للاعب رقم 15 عزيز لو يعمل في مخالفات بذكاء. المقرن الآن هي متفوقة بأربع نقاط على الملاحق بني ثور. باقي لنا إن شاء الله مباريات، مباراة مع متليلي، مباراة مع من، لكن باقي لنا مباريات تقريبا. الوقت 33. نعم لنصف، شكرا لك الصحة، راك متابع وفي أخويا ومتابع كل صغيرة وكبيرة. يلا هذا افتكوله كورة، يلا لا مازال يوسف مازال لم يرسم الصعود رسميا، حد الساعة على خطة ثابتة، باقي لنا مباريات إن شاء الله ونختم خلينا نقولوا الأسبوع القادم إن شاء الله هو اللي يحدد نطلع ولا لا، لأن باقي مباراتين، احنا رانا فارق أربع نقاط. متليلي نوعا ما صعبة، يا يخطأ يخطأ يخطأ، الحمد لله. يلا طارق عوض، يا طارق يلا يا طارق ممتاز. هاي هاي لا وحدك تسلل تسلل. نعم كاين كاين. تحية لكل من يلتحق الآن بنا عبر البث المباشر. عثمان تحية لك، تحية لكل من يشاهدنا عبر بث قناة الساحلي ويب تي في. مباراة أولمبيك المقرن والاتحاد النزل الآن. أولمبيك متفوق بهدفين الآن، محافظ على المركز الأول في القسم الثالث، والصعود إن شاء الله سيرسم الأسبوع القادم، خلينا نقوله في متليلي بإذن الله. صاب الأمين إن شاء الله سلامات. هذا عزيز بيطا. عزيزة عزيز مرحبا جماعة سعداني، مرحبا بك. يا جماعة تغطية اليوم خير من تغطية العشاء شمس. نعم خير بالعميل. شكرا سيف الدين حاجة، إن شاء الله يا أخوي طلع علينا إن شاء الله بإذن الله. تواتي رضوان وسلام دايرين، هدفين أولمبيك المقرن 0 اتحاد النزلة. حسني زويزيا يعطيك الصحة بالتوفيق لنا وليك إن شاء الله. ممتاز طارق. ممتاز أمين. إن شاء الله طلع المقرن يا رب بعد المعوش.
نتيجة هدفين. اه يا برانز اولمبيك المقرن 0 اتحاد النزل الحسني لازمنا اصطاد مليح في الواد ان شاء الله يا ربي يخدمونا اصطادات مش اصطاد عندنا نحتاج اصطادات الان اولمبيك المقرن القسم الثاني ان شاء الله العام الجاي واتحاد رياضي السوفي للقسم الاول الفرحة السوفية العام باذن الله يا ربي استاذ جواتي الحاج يعطيك الصحة على متابعتك ان شاء الله فرحة سوفية عارمة باذن الله يلا عدلان ممتاز هيا يلا ارجع 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 الباشا ارجع اغلق يا طارق اغلق يا طارق يا طارق ما يروحش ممتاز يعني يصعد شكرا لك لغتك العربية ممتع يعطيك الصحة ربي يحفظك صهيب يلعب على السعودية القسم الثاني نعم إن شاء الله هذا العام يا صهيب أولمبيك المقر القسم الثاني بإذن الله مكان الاتحاد الرياضي السوفي الذي سيلعب في القسم الأول نتيجة هدفين لصفر المقر الوقت 38 دقيقة الشوط الثاني جميل ممتاز دائما يا أخويا نينو السوف برهان يغادر زينة من الخضرة الحمية ديما الأولين وقت الرياضة لا نبقى فيها فاثنين إن شاء الله رياضة وخضرة النتيجة من بدوخ هدفين هدفين لي أولمبيك المغرب أمين يغادر برهان يغادر الصحة التوفيق لكل السوفة محمد نبيل يعطيك الصحة يلا نرجع للمباراة يلا يلا اوبا 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 ان شاء الله يسقط نتمنى ان تخص اماكن خاصه للتغطيه الاعلاميه يكونوا في وضعيه مرتاحه بدون احتكاك بالجمهور والله يا ريت نحن نضطر في كثير من الاوقات باش نغلقوا الصوت على بالك الجمهور لما يتعصب احمد نوح مع من تلعب المقرن مع اتحاد النازله تقرت السائح حبيب مصباحي الف مبروك سعودي الفصل الاول الف مبروك العام عامنا المقرن الاتحاد اولمبي امل نعم ان شاء الله يا رب يعطيك الصحه يا خمس دقائق يقول فيصل طلع المراد غير ساعات بتغش شوي نعم الله غالب احمد شمسة عشي وضرب الحاس جميل سدد كرة قوية لكن تخرج بجانب المرمى محمد عقوبة ولمبي الواد ولمبي الواد رسالة القسم الثالث إن شاء الله العام الجاي القسم الثاني يا رب
مقرى نينو 2 0 دقيقة 40. نعم أيضا حمزة غنبزية تحيتنا لك. هجمة تحدي الوغلة الآن حمزة غنبزية. الكبار بإذن الله طالعين استهلوا في الأمل إن شاء الله. صدام النصر هجمة تحدي الوغلة. يلا حذاري مرفوها حذاري حذاري حارس المرمى يعطيك الصحة ممتاز يا كمال يعطيك الصحة. نتمنى أن السلطات تخدم وتعاون الفرق الرياضية في الوادكة كل بالتوفيق للجميع إن شاء الله. سيد حبيب مصباحي الصحة كمال ربي مقام الواجب ربي يخليك. هذا واجبنا. نتيجة هدفين لصفر أولمبيك المقرن. فاروق مع مرته يستحي الصوت وين مكانه رغم كيد الكائدين. نعم كلام جميل وباسم حولي بالكماية كل الفرق ورايا هكذا يغني الاتحاد والمقرن حاليا. مبروك علينا يا رب. شكرا قويدر جابها في النخيل. يلا مد الأولى مضرب الباشا يا الباشا. السلام عليكم. نتيجة أبو هيثم هدفين أولمبيك المقرن صفر اتحاد النزلة. يلا باقي ثلاث دقائق ولا قداش المفروض الوقت خلاص. شحال الوقت المفروض أنه في 43 دقيقة الآن حسب الوقت اللي عندي. بارك الله فيك أبو هيثم شكرا. بس الدوية من العام هذا طلعتنا البطاطا والعمجاد طماطم بإذن الله يا رب. الكرة الكرة ما طلعتنا البطاطا والعمجاد طماطم. عناد فؤاد خلي البث بعد ما يكمل الماتش بالتوفيق للجميع إن شاء الله. حاضر حاضر أسكر فمك. الوقت انتهى المفروض انتهى الوقت. نتيجة هدفين أولمبيك المقرن صفر اتحاد النزلة. يلعب باش يلعب باش يلعب حاضر يا أبو باسم. راح ننزل إن شاء الله للتحت الاستاد للملعب وإن شاء الله يكون خير بإذن الله. حاولوا ناخذ تصريحات المدرب مساعد المدرب مدرب اتحاد النزلة إذا كان حاضر. أعود إلى مرابيض أكاديمية تغطية رائعة جزيل الشكر كل احترام سكمال لكنه للأسف تتخلوا انتقادات المبهرين. نعم ليش قابلين بها عماد شادر ببارك لي في كل محضر تحضر وسامة قريشة عماد يعطيك الصحة أخويا. أحمد الخروب تهنت من بطاطا جاتها الطماطم. نعم جايتها أولمبيك المقرن إن شاء الله راح تكون أيضا نار ولما لا نلعب أيضا على القسم الأول العام الجاي إن شاء الله. مبروك لك الفرق السورية حمد سباع يعطيك الصحة. يلا قداش الوقت قال الحكم المساعد أميرة انتهى الوقت يا أميرة. باقي الوقت بدل الضاعة ثلاث دقائق إن شاء الله وتنتهي المباراة. يلا يلا ويصفر خلاص الفوز أولمبيك المقرن ويقترب من حلم الصعود. باقينا مباراة نربحوها ونكونوا في القسم الأول الثاني عفوا بإذن الله. يلا رح ننزل الآن الملعب ناخذ تصريحات بعض اللاعبين تصريحات المدرب. يلا عزيز يعطيك الصحة عزيز. يلا مشكورين إذن مشاهدينا الكرام نلتقي إن شاء الله في المباراة القادمة. يعطيكم الصحة شكرا للجميع. يعطيكم الصحة كل من شاهدنا وما أعدر على أي كلمة خرجت من الجمهور بالخطأ أو بالعمد. يعطيكم الصحة شكرا لاتحاد النزلة على قدومهم على روحهم الرياضية العالية. يعطيكم الصحة. يلا شكرا لكم جميعا.